احمد، يعني شنو اللي شفتوه غادي؟ يعني صلاح يقول يحتاج لاقناع، مش عارف. انا بصراحه عجزت عن استيعاب حتى الكلمه. يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بالطبع اللي رنا غادي رنا جيش منظم، نعم، قتال حقيقي، حرب. كنا نتعامل مع ناس مدربة. بالطبع فوجئنا، احنا أصلا حتى وإن خرجنا من هنا ما كناش عندنا نية سيئة للحرب، نعم، حتى الذخيرة ما قصدي ما فكرناش حتى تمام. انتم بسيط. ما كانش في توقع ان في جيش غادي او في حد يستنى فيكم، ما كناش نتوقع انها تصير. تمام. ما فيش تقارير مخابرات، يعني مش من المعقول او من الطبيعي انك تبعت شباب لمنطقة دون ان لا يكون لا هناك كان في، معلومة، هناك لا بالطبع احنا تقرير موجود، في ناس على الارض، يعني تبعت في معلومة. اي بالطبع احنا وين طلعنا عن كلمونا من منطقة براك الشاطي من القيرة، إن صارت رماية عليهم ورماية كثيفة. فمات أتوقعنا بالطبع إحنا هتكون مش حتكون بالحرب اللي صارت الجبهة هذه اللي فتحت. نعم، فمات أتوقعنا مش حتكون هيك. حتى مشينا يعلم الله إن نوايانا كانت حسنة، والله ما كان في بالنا قتال. وخشينا الحقيقة ما فوجئنا إن المدينة خالية على عروشها من البشر. خشينا تقدمنا في وسط براك الشاطي، فمات تصطمنا احنا وين الناس، معناها لا سيارات موجودة تصور، لا بشر، فمات لا أي شيء يدل عليه حتى إن في حياة في حركة، في المكان هذا. حياة في المدينة. أنا يعني احنا والله إني يعني قلت 100% هذا كمين يكون، لكن قلنا معلش والله مرات إن هم خافوا من الرت اللي كان، خاف من الجيش مثلا، فمات إنه يكون هم لابدين وهاربين وحاجة زيها. فوجئنا برماية كثيفة في منطقة التركية قناصين في الإمارات. في العمارات بشكل معناها ناس مدربة منظمة. تصور قناصين معناها كيف نقول لك، حتى بالكلاشينكوف. فمات بالطبع شدينا حتى واحد جنسية غير ليبي، جنسية نعم، سوري، ومسكنا عندنا قناصة سنايبر اللي هي بالروسي ماغرانوف. فمات وعندها حتى الدخيلة متاعها في كان في جيب البنطلون متاعها، وكان قناص، وكان وظيفته هذه يعدل في السنايبر اللي هي القناصة نفسها. فمات وبالطبع اللي هنا الداخل ما توقعناش نهائي، وما ريتاش حتى في جبهة فيما سبق. نعم، فمات قتال حقيقي، قتال معناها تحرك، كانوا مجهزين يعني واتيكم. مجهزين، وكان تحرك معناها تحرك ناس مدربة. ما هيش معناها انهم هم مثلا من ما همش براك الشاطي، هذا الحقيقه ما همش براك الشاطي ولا القيره، هذا في طرف ثاني اللي داخل فيها. وزي ما سمعنا حتى من اهالي المنطقه ان في ناس وفلوه هربت من ايامات النظام السابق وتواجد في وسط براك الشاطي، جنسيات غليبيه، جنسيات افريقيه. فما الله اعلم، موريتانيين، مالي، الله اعلم. المهم تمام. طيب،